وقف يا صديقي، في هذا الفيديو سوف تشحن لعبة فري فاير مجانا وسوف يصير عندك حساب اسطوري من هذه الطريقة. هذه الطريقة شغالة 100% وحصري على اليوتيوب، يعني لدي مدة زمنية قصيرة وسوف تقوم وسوف تتوقف عن الشغل. لذلك قم باستغلال هذه الطريقة وشاهد المقطع للنهاية واعدك سوف تشحن لعبة فري فاير مجانا يا صديقي. والطريقة مضمونة بشهادة العديد من المتابعين الذي جربوا هذه الطريقة واشتغلت معهم. هيا اترككم مع الشرح وتابعوا معي المقطع كله. يلا يا اصدقاء، هذا الموقع اسمه ffblog.org. هذا الموقع يا اصدقاء تابع لشركة غارينا فري فاير. كل ما عليك ان تختار لعبة فري فاير هنا، ثم تضغط على تسجيل دخول بالاي دي، يعني سوف تقوم بارسال لك الجواهر عبر الاي دي. لا تقول لي هذه الطريقة غير امنة لحسابي، لان الجواهر تصل عبر الاي دي بطريقة قانونية، ولا تخاف من هذا الموقع ان يسرق حسابك. هنا تضع الاي دي الخاص بك، تمام، ثم تعطي تسجيل دخول. كما ترى معي سوف يتم تسجيل الدخول بطريقة سهلة يا أصدقاء وبدون يعني إيميل أو باسورد لحسابك. هنا تختار الباقة التي تريدها، الباقة التي تريدها. مثلا أنا أريد باقة 1080 جوهرة، هذه تصل بسرعة، تمام، $13، وهنا مجانا يمكنك الحصول عليها مجانا يا أصدقاء. هذه الباقة تبع 1080 جوهرة، نضغط على احصل عليها الآن مجانا. ثم يا أصدقاء هنا يقول لك خطوة أخيرة للحصول على جواهر فري فاير مجانا، قم بإثبات أنك لست روبوت بتنفيذ عرض واحد، وسوف يتم إرسالك الجواهر مباشرة في حسابك. كل ما عليك أن تختار إلى هذا العرض تبع علي بابا، ثم تضغط على تاب تو إنستول. نعم، تاب تو إنستول، ثم تقوم بتحميل تطبيق علي بابا وتقوم بفتحه لمدة 30 ثانية يا أصدقاء. تمام، يعني بطريقه سهله يا اصدقاء. سوف اقوم بان هذه الطريقه التي قمت بتشغيلها، وسوف اعيد مسح التطبيق وسوف اقوم بتثبيته امامكم كي تتاكدوا ان الطريقه قمت بتجربها من قبل ووصلوني الجواهر. سوف يتم تحويلك لمتجر جوجل بلاي لتطبيق علي بابا. اذا قمت بتحميل تطبيق علي بابا من قبل لن تشتغل معك الطريقه، تمام. قم بالحصول على هاتف اخر، على هاتف اخر، وقم بتجربة الطريقة اذا لم تشتغل معك في نفس الهاتف، تمام، يعني لم تشتغل معك الطريقة، يعني الطريقة انا مضمونة شغالة، تمام. اذا لم تشتغل معك قم بتجربتها من هاتف اخر وتذكرني، او قم بتغيير شبكة الواي فاي وسوف تشتغل معك. هذه الطريقة يعني كنت تشتغل لكل هاتف يا اصدقاء، وهذا يعني شركة اليهود تعاني يا اصدقاء، شركة فري فاير تعاني مع الطرق التي اجلبها لكم، فهي دائما طرق شغالة 100%. وشكرا لكم على دعمكم. هيا يا اصدقاء اتركوا لي تعليق تحفيزي كي استمر. تحياتي لكم واحبكم جميعا.